اسمي عبد الباسط بن عثمان بن ابراهيم بن علي، نخدم بالصناعة التقليدية، عندي 30 سنة في الارتزانة في الصناعة التقليدية، عندي رخصة انتصاب في المدخل متاع البلاد 60 متر على المركز، والإقليم فما 100 متر و 150 متر. توقعت المظلمة كي ولا يخدم في المركز في الشرطة العدلية قريب للنصب متاعي، وتربطت علاقة سطحية، يربي في الكلاب ويبيع فيهم. شريتهم عنده في مارس، شريتهم عنده زوج كلاب، كلب 400 وكلب برجي ب 1150 ب 1550، باعهم لي زوج كلاب مرضى. اللي جا قفل مشكيله من الحكايه هذه، وصلوا له المعلومه هذه، جاني نبه عليه قال لي سكر فمك، ما خذيت فلوسك ولا سكر فمك، ما خذيتش فلوسي كاملين. خلاني يمكن يجي 6 اشهر ولا 5 اشهر كيما كيكا، حاطني في مخه. هي عندي جاري يبيع في الصناعه التقليديه في الفخار، وانا نصبي بعد كل عام دخل تاع السيزون جوان جويلي عود نتعارف على كميتر ونص. مشيت شكيت انا وشكي مولا الحانوت، مشينا عمل التلزام مراني فك الاربع درجه هذوك، بيجيني نبي السيد عماد السامري هو صاحبه، يهزني للشرطه العدليه وخذ وعمل معايا تعذيب كل بوسيبيليتي. عداني بثلاثه قضايا، يعديني على الزطله اللي ماهيش نتاعي وتحكمت فيها عام ومليون كثير، ويعديني بثلاثه قضايا فيهم حاط لي 20 مش عاملهم جمله، ثلاثه قضايا قضيت ثلاثه واربعه نتاع الصباح يجي يهزني زحوان يقول لي معاه، يهزني للسبيطار نتاع النوافس، يهزني للتواليتات نتاع التواليتات، يقوم قايم العام في البيرو رقم 3-4 نتاع الصباح، قالوا اعطيني فلاكون باش ياخذ لي فيها تحليل، ما لقاش القايم العام قاعد يفركس، قال له خليه يضر لي في الكهرباء عندي، والكهرباء في الباب في السبيطار الداخل. تلفت لي قايم العام قال لي عبد الباسط اخي انت بتاع الشيء هذا، قلت له ما يخافش ربي، ما يخافش ربي، على كلمه ما يخافش ربي ركح فيها بالكف من فميك، ويهز لي فلاكون، يهز فلاكون من الكهرباء من فم السوزين بتاعهم، ويدخلني للتواليت بالمفتاح، خذ المفتاح مع القائم العام يحل النقاش ترها كل بول ما فيهاش ماء، بول صافي يحللوا فيها، يضر لي في النار هذيك كل شيء. ما 3-4 تاع الصباح بعطيته البوله نتاعي، غزر لها هكا حتى قال لي عين مائيه كانه طبيب هو يعرف، وبزح علي على وجهي، تعدى بثلاثه نوامر اللي هو مش انا ما حللتش الجمله من اصله خاطر بزح على وجهي، ومن ثم قعدت تلارسك عليه، يهزني للجيور ما في ثلاثه بالاربعه غير اربعه كيك نتاع الصباح، بشوط اللي يخدم في الجيور فهمك، وانا مقيف في الكراسه وقتاش هزني عذبني كما حب، ترشق لي ودني فمي هكا تشوفيها هذا زوز ما فماش، دخلت الحبس خليت زوز سناني فهمك، عندي دوسي زاد في الحبس اللي ودني ما عادش نسمع بها، توا ترش نسمع كان بوذ برك، ما فهمتش السيد هذا، توا زدت روحت من الحبس باقي عابدني، مشيت شكيت بيه للتفقديه، دوبا روحت مشيت للتفقديه، توا عندي من نهار الجمعه بعث لي عوان امن ثلاثه فيهم رئيس مركز وفيهم رئيس نتاع الامن السياحي وفيهم ثلاثة عوان، بعثوا لي كل واحد قال لي باش يحبوا يعملوا ورقة نتاع اسقاط اللي انا متسقط دعوية. انا ولادي من ستة بتاعت شيء شدوا في شد الداري، ما ليش قاعد نخدم، ما لي روحت ما خدمتش، جيت 17 مرة لتونس من نابل تونس كل يوم نجي نهار بعد نهار، نحب الله واش حق معموكم من ربي خذوا لي حق، راني ندوة هذه كلمة سي توفيق، تصير توفيق بوعون متفقد العام قال لي ما فما حتى حد فوق راس وريش عندك حق حتى ناخذ، وقتاش الحق باش تاخذوا لي؟ يرحم والديكم يرحم والديكم، ماني شاكيكم ماذا بيا الشكوى زاد السيد وزير الداخليه، يرحم والديكم راني عيست من روحي، راني عيست من روحي، عندي اربع فرنك عندي ثلاثه من التلبيش نداو بهم على ودي، خسرتهم في الكوبات بجاه ربي، راني خاف باش يجي يرقد غديك، راني مابوكم من ربي برحمه والديكم برحمه والديكم شوفوني برحمة والديكم خذوا لي حق بجاه والديك نتكلم بجاه ربي يا بجاه ربي راني ضاعت بجاه ربي ضيعت ولادي رجال اللي بنيتو في 30 سنة ولا 33 سنة تحطمت فيهم بجاه ربي كونت ثلاثة وليدات بجاه ربي ايش شوفوهم ايش شوفوا ولادي ايش شوفوا ولادي انا راه عم بسمع ولادي خايفين راني ما عادش خارج من الدار بجاه ربي راني تحطمت راهو حطمني بجاه ربي ما بكم ربي يا سيد وزير الداخلية طلب منه شيء بعدوا عليه فما ربي ولا راك ناخذ ربي بعاقي منه راكم انتوما راكم اطارات في الداخليه بجاه ربي راهو عاقي راهو عندكم انتوما